الحب في الهواء عبر عن مشاعرك. الله الله، الحب والحنية. يا سلام يا سلام. اوكي، سكن جديد هون كمان عنا، هون شيء جميل. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحب ده؟ والله الوضع اليوم يا جماعة فيري بلوز، مع رقصة جديدة كمان. ايه يا سلام، وهي رقصة كمان التاني، شايف رقصة مكسور القلب، مكسور القلب صاحبنا. هون في ترجمة جديدة كمان، ورود ما ورود. يا سلام يا حبيبي كرام، كيفكم؟ شو بخير ان شاء الله، كل شيء تمام يا احلى ناس. كما ترون اليوم نزل عن الحب في الهواء. اليوم احنا نحاول ان شاء الله نحصل على هذا السكن والرقصات هذول، يعني والرقصه هاي. يا سلام، والا الثلج كمان، شوف الثلج كمان. اوكي سو قوموا لاش بقطع يا اساطير، لا تنسوا اللايكات والشيرات والمشاركات والاشياء الاسطوريه. اوكي اوكي، صلي على النبي. يلا خلينا نبلش يا شباب. بسم الله، اول لفه شباب تسعينا جوهره. بسم الله، خلينا نشوف الوضع شو راح يكون اليوم. ايوه ايوه، صوت شو صوت سماعك شو نسمع منيح. اي 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 اوه، لا بربك لا بربك، لا 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 مستحيل. لا لا يا جماعة، لا 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 لا، 90 جوهرة يا جدك. واو واو ولا لا 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 يا جماعة، لا صدقونا جاي ببلش التصوير. لا 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 لا، عن جد يعني أنا ما بعرف شو شو أو يصيرون يا أخوان. يا جدك جبت السكين يا جماعة. واو، من أول لفة. لا 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 والله الشباب مستحيل. لا شو عم يصير؟ معقول؟ معقول يا جماعة تعلي السكين أول لفة؟ 90 جوهرة بس، 90 جوهرة بدنا نجيب لها السكين. وات ذا هيل؟ وات ذا هيل؟ اوكي خلينا نعمل تسجيل هذا السكين باللوز. اوكي 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 يا شباب، اوكي اوكي. طبعا هون أنا شايف بصور بهالمقطع يا جماعة، هذا السكين شفت لكم شو نزل الشركة بعثت لي سكنات جديدة شفتها هون. قلت لها ومثل هذا السكين؟ ومثل هذا السكين؟ اوه عرض المزيد، يا سلام. ايوه سكنات سنة 2023 هذول الجديد. اوه والله الطقم هذا نار يا جماعة، يا سلام عن جد تصميم اسطوري. معنا هون كم حزمة الخادم الشرير؟ قول لي يا سلام، قول لي. الله الله عليك يا جميل، تصويرات ما تصويرات، يا سلام عليك. اوكي عندنا هذا سكين البنت كمان. اوه في غراب على هذا، على راسه هي وعلى على كتفه. ايوه اوكي، راح نشوف هالسكينات على جنب بعد شويه. طيبين ركزوا لي شوي، هدوا الوضع شوي. اول شيء خلينا نروح نجيب الرقصه الثانيه دي كمان. اوكي نظبط الوضع. اوكي اليوم عندنا اربع سكينات يا شباب، اربع سكينات اليوم باللوس. اوكي هات نشوف الوضع شلون راح يكون. اوكي لا هلا ما راح تطلع لنا الرقصه، انا هيك حاسس، انا شايف انه الرقصه هلا معلم ما تطلع لنا. قول لي رقصة ولو؟ الرقصة؟ اه ها؟ ها؟ انت حبي، اسم الرقصة شباب انت حبي، انت حبي. الله الله عليك الله عليك الله عليك. تعالوا نشوف، نجي لهم، تعالوا نجي لهم. ايوه خلينا نحط رقصة انت حبي، السلام عليك. وين ديك الرقصة؟ الله هيك احلى قلب، وهي القلب الكبير الحزين. يا سلام يا سلام، اه لا لا لا، ايه الحبي ده؟ هي قلب عيون عيونكم كليتكم، ايه قلب الكم. اوكي هذا هو عندنا السكن الجديد اللي نزل، اول سكن اليوم راح نشوفه مع بعضنا. يا سلام يا سلام، نعمل القلب الكبير. اوه والله شيء حلو، حلو نايس. اوكي بعدين يعني ما معقول يعني انه جبنا سكن جديد وما نجربه بالتجليد، لازم نجلد شوي، نبربر شوي معلم، ضروري نجلد. اوكي هات شوف، هات شوف اللعيبه معلم من الصبح شو وضعهم. السلام عليكم. لا 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 غدر 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 لا 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 ابو شريك، الو يخرب بيتك منك الو، قد ابو شريك يا زلمه. والله ما شفته، كيف كان متخبي يا شباب. اوه ده لابس الترازان، اوه لابس الاصلع. قول لي قول لي الو وينكم؟ قفزة الاسطورية معلم. اوكي الان بدنا نجرب سكنات الناس الجديدة. هي سكن البنت اول شيء، اول شيء ليديز يعني شباب، فيرست ليديز انت. وين البنت؟ اي بروتكت ذوز ذات اه دايما بنسى، ما بعمل لها تزويد انا، ما بعرف ليش دايما بنسى. اوكي خلينا نشوف معلم الشعرات، معلم شعرات ثاني. اوكي يا سلام الغرف وردة، يا سلام. اوكي خلينا ندخل نشوف هيك بالتدريب على خفيف شو شكل هلا السكين، هذا السكين.
اوكي طبعا هذا السكن البنت طبعا انا شباب السكنت المت يعني بنات ما بلعب بها بلعب فيهم ابدا ابدا. اكتبوا لكم بالتعليقات اكتبوا شو رايكم يعني هذا السكن البنت بدي اشوف تقييمكم لهذا السكن البنت. اوكي والان بقي عندنا هذا السكن الشاب راح نشوفه بقى في سكن ثاني شفته والله ما اعرف يا شباب ممكن مرة تكون في سكنات يعني اوكي نجرب هذا الطقم. اوكي عندنا هذا سكن يا اوه الصراحه شيء باللوز شيء يعني كلاس كلاس يعني حتى الصراحة يعني الجسم متناسق مع السكن عفوا السكن متناسق مع الجسم يعني صاير مو هذا الشيء الطقم الكبير فهمناه في يوم زمان دول السكنات القديمة. اوكي لا والله حتى باين عليه خفيف كثير 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 اتس اوكي والله ماشي حريك اسود انا بعجبني كثير اللون اسود وطالع هيك فضي بالفوق على بياض فضي هيك لفوق طالع يعني تدريجيا شيء صراحة حلو تصميم حلو والله باللوز هي احلى قلب لكم. اوه يا سلام اوكي طبعا هون لسه هون شفنا هذا السكين في سكين كمان تاني نازل كان سوى شفته بخير بس حابب اشوف شغله ما تاكدت منها حابب هذا شعراته لحال اوكي الجسم تاعه اوكي البنطال سوري اعمل شغله دائما اعمل هيك اشوف البنطال شو البنطال لا والله البنطال تمام شو هذا السكين هذا السكين ديب يا شباب كتب ما بشوف السكينات صرت ننساهم اتس اوكي والبنطال هون عندهم زغين البنطال شو بصير هلا والله طالع صراحه الطقم جد شيء تمام التمام اوكي هون نيجي لهون شوف هذا السكين هذا السكين باين عليه انه فيه كثير ميزات تاثيرات خاصه عند استيفاء المعايير جربه في مباراه لان اوكي هذا الظاهر هذا فيه اشياء جميله قوي تمام هون في ثلاث سكينات يعني ما في غيرها شو هذا شيء وشيء نقاط عالمي اوكي هون في ثلاث سكينات اها هون في عندنا السكين هذا فيه الجاكيت كمان فيه اوكي في الجاكيت هذا وهون في عندنا هاي كمان حقيبته اوه ظاهر في حقيبه يعني هون الثلج اوه معناتها اكيد موجوده عندي الثلج خلينا نشوف الثلج يا طيبين او شيء خلينا نفتح هذا السكين سوني شوي نفتح هذا السكين نشوف الثلج في ثلج معناتها في ثلج وفي حقيبه هون عندنا لازم موجوده لازم نجربهم كمان ما اعرف اذا تم بعثونا اياها ولا شركه اصبر ندور عليها راح يا جماعه قاعد عم دور بالحقيبات مع 224 حقيبه ما اعرف يا زلمه دايم اوكي بس خلينا نشوف نحاول نشوف الحقيبه على السكين هيك مباشره ما اعرف اذا ممكن بس رح نشوف الحقيبه هيك نشوفها من هون كمان بنقدر نشوف كلياتها اوكي هون عندنا الاولى عندنا هون الثانيه اوكي والثالثه كمان اوكي انا مش شايف انه الحقيبه هي الثلج رح تنزل لحال هيك اللي شايفه لانه ما هي موجوده صراحه ما بينت عندي هون معناتها الظاهر ذول الحقيبه والثلج رح تنزلوا لحالهم شيء حدث خفيف يمكن اوكي نرجع شوي لورا نشوف تاكد من الوضع ظاهر انه ما بنيت معي صراحة لا الحقيبة ولا الثلج. اوكي ما في مشكلة. ثواني خلينا ندخل نشوف هذا السكيم عليه نشوف هذا التأثيرات تبعته اللي عم يحكوا عليها. نجرب الوضع شلون. يا سلام. اوكي برو يلا انزل اغري يلا طير ايوه. اوكي. نشوف التأثيرات اللي عليه يلا روح الحقيبة هذا نضرب نشوف. عم يصير تأثير يمكن لما نقتل مثلا لما نقتل العدو مثلا او هيك. صرت تأثير خلينا ناخذ الماك 10 والله عاجبني الماك 10 نشوف التأثيرات تبعيته يلا ندخل لما نقتل او شيء بيصير له تأثير اوه يا اخي شو هذا يا زلمه اوكي نشوف التأثيرات تبعيته تأثيرات الغراب يقصدوا يمكن اي والله يمكن الغراب صح 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 السلام عليكم اي اوكي الغراب معناتها الغراب لعبتها شفتوا الغراب السلام بس نشوف ولا السلام عليكم ترى الثلج متخبي صاحبنا ايه الثلج اوه 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 قتلت هذاك واحد قتلني يا سلام اوه لا هي شوف صديقنا هي صديقنا محترم شوف عبيتيم نعطيه قلب يا سلام نعطيه بيج هارت كبير يا سلام يلا تو حبايبي الكرام الله يسعد لياكم جميعا ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع الخفيف اللطيف قلب كبير لكم اكتبوا رايكم بالتعليقات بالسكنات الجديده طبعا السكنات لما ندخل عليه هون لما ندخل على اللعبه يا دوب اللودينج كان يطلع لنا امامنا المهم طيبين ان شاء الله يعجبكم المقطع اتمنى لكم يوم سعيد وجمعه مبارك على الجميع ونشوفكم على خير ونقول لكم السلام عليكم.